سفر صموئيل الثاني الأصحاح الثاني. وخرج أبنير بن نير وعبيد إشبوشث بن شاول من محنايم إلى جبعون، وخرج يؤاب بن سروية وعبيد داود فالتقوا جميعا على بركة جبعون، وجلسوا هؤلاء على البركة من هنا وهؤلاء على البركة من هناك. فقال أبنير ليؤاب: ليقم الغلمان ويتكافحوا أمامنا. فقال يؤاب: ليقوم. فقاموا وعبروا بالعدد 12 لأجل بنيامين وإشبوشث ابن شاول و12 من عبيد داود، وأمسك كل واحد برأس صاحبه وضرب سيفه في جنب صاحبه وسقطوا جميعا. فدعي ذلك الموضع حلقث هالصوريم التي هي في جبعون. وكان القتال شديدا جدا في ذلك اليوم، وانكسر أبنير ورجال إسرائيل أمام عبيد داود. وكان هناك بنو صروية الثلاثة، يؤاب وأبيشاي وعسائيل. وكان عسائيل خفيف الرجلين كظبي البر. فسعى عسائيل وراء أبنير ولم يمل في السير يمنة ولا يسر من وراء أبنير. فالتفت أبنير إلى ورائه وقال: أأنت عسائيل؟ فقال: أنا هو. فقال له أبنير: مل إلى يمينك أو إلى يسارك، واقبض على أحد الغلمان وخذ لنفسك سلبه. فلم يشأ عسائيل أن يميل من ورائه. ثم عاد أبنير وقال لعسائيل: مل من ورائي، لماذا أضربك إلى الأرض؟ فكيف أرفع وجهي لدى يؤاب أخي؟ فأبى أن يميل، فضربه أبنير بزج الرمح في بطنه، فخرج الرمح من خلفه فسقط هناك ومات في مكانه. وكان كل من يأتي إلى الموضع الذي سقط فيه عسائيل ومات يقف. وسعى يؤاب وأبيشاي وراء أبنير، وغابت الشمس عندما أتيا إلى تل أمة الذي تجاه جيح في طريق برية جبعون. فاجتمع بنو بنيامين وراء أبنير وصاروا جماعة واحدة ووقفوا على رأس تل واحد. فنادى أبنير يؤاب وقال: هل إلى الأبد يأكل السيف؟ ألم تعلم أنها تكون مرارة في الأخير؟ فحتى متى لا تقول للشعب أن يرجعوا من وراء إخوتهم؟ فقال يؤاب: حي هو الله، إنه لو لم تتكلم لكان الشعب في الصباح قد صعد كل واحد من وراء أخيه. وضرب يؤاب بالبوق فوقف جميع الشعب، ولم يسعوا بعد وراء إسرائيل ولا عادوا إلى المحاربة. فصار أبنير ورجاله في العربة ذلك الليل كله، وعبروا الأردن وصاروا في كل الشعب وجاءوا إلى محنايم. ورجع يؤاب من وراء أبنير وجمع كل الشعب، وفقد من عبيد داود 19 رجلا وعسائيل. وضرب عبيد داود من بنيامين ومن رجال أبنير فمات 360 رجلا. ورفعوا عسائيل ودفنوه في قبر أبيه الذي في بيت لحم. وصار يؤاب ورجاله الليل كله وأصبحوا في حبرون. الأصحاح الثالث. وكانت الحرب طويلة بين بيت شاول وبيت داود، وكان داود يذهب يتقوى وبيت شاول يذهب يضعف. وولد لداود بنون في حبرون، وكان بكره أمنون من أخي نعم اليزرعيلية، وثانيه كيلاب من أبي جايل امرأة نابال الكرملي، والثالث أبشالوم ابن معكة بنت تلماي ملك جاشور،
والرابع أدوني ابن حجيث، والخامس شفطي ابن أبي طال، والسادس يثرعام من عجلة امرأة داود. هؤلاء ولدوا لداود في حبرون. وكان في وقوع الحرب بين بيت شاول وبيت داود أن أبنير تشدد لأجل بيت شاول، وكانت لشاول سرية اسمها رصفة بنت أي. فقال إشبوشث لأبنير: لماذا دخلت إلى سرية أبي؟ فاغتاظ أبنير جدا من كلام إشبوشث وقال: ألعلي رأس كلب ليهوذا؟ اليوم أصنع معروفا مع بيت شاول أبيك مع إخوته ومع أصحابه، ولم أسلمك ليد داود وتطالبني اليوم بإثم المرأة؟ هكذا يصنع الله بأبنير، وهكذا يزيده، إنه كما حلف الرب لداود كذلك أصنع له، لنقل المملكة من بيت شاول وإقامة كرسي داود على إسرائيل وعلى يهوذا من دان إلى بئر سبع. ولم يقدر بعد أن يجاوب أبنير بكلمة لأجل خوفه منه. فأرسل أبنير من فوره رسلا إلى داود قائلا: لمن هي الأرض؟ يقولون: اقطع عهدك معي، وهوذا يدي معك لرد جميع إسرائيل إليك. فقال: حسنا، انا اقطع معك عهدا، الا اني اطلب منك امرا واحدا، وهو ان لا ترى وجهي ما لم تأتي اولا بميكال بنت شاولة حين تأتي لترى وجهي. وارسل داود رسلا الى إشبوشث ابن شاول يقول: اعطني امرأتي ميكال التي خطبتها لنفسي بمائة غلفة من الفلسطينيين. فأرسل إشبوشث وأخذها من عند رجلها من فلطئيل ابن لايش، وكان رجلها يسير معها ويبكي وراءها إلى بحورين. فقال له أبنير: اذهب ارجع. فرجع. وكان كلام أبنير إلى شيوخ إسرائيل قائلا: قد كنتم منذ أمس وما قبله تطلبون داود ليكون ملكا عليه، فالآن افعلوا، لأن الرب كلم داود قائلا: إني بيد داود عبدي أخلص شعبي إسرائيل من يد الفلسطينيين ومن أيدي جميع أعدائه. وتكلم أبنير أيضا في مسامع بنيامين، وذهب أبنير ليتكلم في سماع داود أيضا في حبرون بكل ما حسن في أعين إسرائيل وفي أعين جميع بيت بنيامين. فجاء أبنير إلى داود إلى حبرون ومعه 20 رجلا. فصنع داود لأبنير وللرجال الذين معه وليمة. وقال أبنير لداود: أقوم وأذهب وأجمع إلى سيد الملك جميع إسرائيل، فيقطعون معك عهدا وتملك حسب كل ما تشتهي نفسك. فأرسل داود أبنير فذهب بسلام. وإذا بعبيد داود ويؤاب قد جاءوا من الغزو وأتوا بغنيمة كثيرة معهم، ولم يكن أبنير مع داود في حبرون لأنه كان قد أرسله فذهب بسلام. وجاء يؤاب وكل الجيش الذي معه، فأخبروا يؤاب قائلين: قد جاء أبنير بن نير إلى الملك، فأرسله فذهب بسلام. فدخل يؤاب إلى الملك وقال: ماذا فعلت؟ هوذا قد جاء أبنير إلي، لماذا أرسلته فذهب؟ أنت تعلم أبنير بن نير أنه إنما جاء ليملقك وليعلم خروجك ودخولك وليعلم كل ما تصنع. ثم خرج يؤاب من عند داود وأرسل رسلا وراء أبنير فردوه من بئر السيرة وداود لا يعلم. ولما رجع أبنير إلى حبرون مال به يؤاب إلى وسط الباب ليكلمه سرا،
وضربه هناك في بطنه، فمات بدم عسائيل أخيه. فسمع داود بعد ذلك فقال: إني بريء أنا ومملكتي لدى الرب إلى الأبد من دم أبنير بن نير. فليحل على رأس يؤاب وعلى كل بيت أبيه، ولا ينقطع من بيت يؤاب ذو سيل وأبرص وعاكز على العكازة وساقط بالسيف ومحتاج الخبز. فقتل يؤاب وأبيشاي أخوه أبنير، لأنه قتل عسائيل أخاهما في جبعون في الحرب. فقال داود ليؤاب ولجميع الشعب الذي معه: مزقوا ثيابكم وتنطقوا بالمسوح والطموا أمام أبنير. وكان داود الملك يمشي وراء النعش، ودفنوا أبنير في حبرون. ورفع الملك صوته وبكى على قبر أبنير، وبكى جميع الشعب. ورث الملك أبنير وقال: هل كموت أحمق يموت أبنير؟ يداك لم تكونا مربوطتين، ورجلاك لم توضعا في سلاسل نحاس. كالسقوط أمام بني الإثم سقط، وعاد جميع الشعب يبكون عليه. وجاء جميع الشعب ليطعموا داود خبزا، وكان بعد نهار. فحلف داود قائلا: هكذا يفعل لي الله وهكذا يزيد، إن كنت أذوق خبزا أو شيئا آخر قبل غروب الشمس. فعرف جميع الشعب وحسن في أعينهم، كما أن كل ما صنع الملك كان حسنا في أعين جميع الشعب. وعلم كل الشعب وجميع إسرائيل في ذلك اليوم أنه لم يكن من الملك قتل أبنير بن نير. وقال الملك لعبيده: ألا تعلمون أن رئيسا وعظيما سقط اليوم في إسرائيل؟ وأنا اليوم ضعيف وممسوح ملكا، وهؤلاء الرجال بنو صروية أقوى مني. يجازي الرب فاعل الشر كشره. سفر المزامير، المزمور 119. طوبى للكاملين طريقا، السالكين في شريعة الرب. طوبى لحافظي شهاداته، من كل قلوبهم يطلبونه. أيضا لا يرتكبون إثما، في طرقه يسلكون. أنت أوصيت بوصاياك أن تحفظ تماما. ليت طرقي تثبت في حفظ فرائدك، حينئذ لا أخزى إذا نظرت إلى كل وصاياك. أحمدك باستقامة قلب عند تعلمي أحكام عدلك. وصاياك أحفظ، لا تتركني إلى الغاية. بما يزكي الشاب طريقه، بحفظه إياه حسب كلامك. بكل قلبي طلبتك، لا تضلني عن وصاياك. خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. مبارك أنت يا رب، علمني فرائضك. بشفتي حسبت كل أحكام فمك. بطريق شهاداتك فرحت كما على كل الغنى. بوصاياك ألهج وألاحظ سبلك. بفرائضك أتلذذ، لا أنسى كلامك. سفر الأمثال، الأصحاح 15. الرب بعيد عن الأشرار ويسمع صلاة الصديقين. نور العينين يفرح القلب، الخبر الطيب يسمن العظام. إنجيل يوحنا، الأصحاح 13. أما يسوع قبل عيد الفصح، وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب، إذ كان قد أحب خاصته
الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. فحين كان العشاء وقد ألقى الشيطان في قلب يهوذا سمعان الإسخريوطي أن يسلمه، يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي، قام عن العشاء وخلع ثيابه وأخذ منشفة واتزر بها، ثم صب ماء في مغسل وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التي كان متزرا بها. فجاء إلى سمعان بطرس فقال له ذاك: يا سيد، أنت تغسل رجلي؟ أجاب يسوع وقال له: لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد. قال له بطرس: لن تغسل رجلي أبدا. أجابه يسوع: إن كنت لا أغسلك فليس لك معي نصيب. قال له سمعان بطرس: يا سيد، ليس رجلي فقط، بل أيضا يدي ورأسي. قال له يسوع: الذي قد اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه، بل هو طاهر كله. وأنتم طاهرون، ولكن ليس كلكم، لأنه عرف مسلمه، لذلك قال: لستم كلكم طاهرين. فلما كان قد غسل أرجلهم وأخذ ثيابه واتكأ أيضا، قال لهم: أتفهمون ما قد صنعت بكم؟ أنتم تدعونني معلما وسيدا، وحسنا تقولون، لأني أنا كذلك. فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم، فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض، لأني أعطيتكم مثالا حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا. الحق الحق أقول لكم: إنه ليس عبد أعظم من سيده، ولا رسول أعظم من مرسله. إن علمتم هذا فطوباكم إن عملتموه. لست أقول عن جميعكم، أنا أعلم الذين اخترتهم، لكن ليتم الكتاب: الذي يأكل معي الخبز رفع علي عقبه. أقول لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون إني أنا هو. الحق الحق أقول لكم: الذي يقبل من أرسله يقبلني، والذي يقبلني يقبل الذي أرسلني. لما قال يسوع هذا اضطرب بالروح وشهد وقال: الحق الحق أقول لكم، إن واحدا منكم سيسلمني. فكان التلاميذ ينظرون بعضهم إلى بعض وهم محتارون في من قال عنه. وكان متكئا في حضن يسوع واحد من تلاميذه، كان يسوع يحبه. فأومأ إليه سمعان بطرس أن يسأل من عسى أن يكون الذي قال عنه. فاتكأ ذاك على صدر يسوع وقال له: يا سيد، من هو؟ أجاب يسوع: هو ذاك الذي أغمس أنا اللقمة وأعطيه. فغمس اللقمة وأعطاها ليهوذا سمعان الإسخريوطي. فبعد اللقمة دخله الشيطان. فقال له يسوع: ما أنت تعمله فاعمله بأكثر سرعة. وأما هذا فلم يفهم أحد من المتكئين لماذا كلمه به، لأن قوما إذ كان الصندوق مع يهوذا ظنوا أن يسوع قال له: اشتري ما نحتاج إليه للعيد، أو أن يعطي شيئا للفقراء. فذاك لما أخذ اللقمة خرج للوقت، وكان ليلا.